مرحبا، معكم دكتور عمر العامري، استشاري جراحة التجميل والترميم للحروق من أبو ظبي، نائب رئيس جمعية جراحين التجميل الإماراتية. تشرفنا اليوم هذه الفترة بالحضور المؤتمر السعودي الثاني لجراحة التجميل في مدينة الرياض. كان لنا الشرف بالمشاركة بحضور هذا المؤتمر، ما منقول إقليمي، منقول عالمي، من حضور، من محاضرات، من ورق العمل اللي تم تقديمها واللي راح إن شاء الله بعد يتم تقديمها اليوم. نشكر جميع أعضاء الجمعية الذين قاموا على نجاح هذا المؤتمر، ونتمنى إن شاء الله المزيد من النجاح والتوفيق في السنوات القادمة بإذن الله.